هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. يقولون ورد أن داود عليه السلام كان إذا دعا ربه يقول: اللهم يا من يرزق النعاب في عشه. والنعاب فرخ الغراب، إذا فقس عن البيضة يكون كأنه شحمة أبيض، فينكره الغراب ويتركه لأنه لا يوافق لونه، فيسوق الله تكرما منه إليه البق نوع من الدود، فيقف على منقار الفرخ الصغير يعجبه ريحة منقاره، فيلتقمه فيقتات منه حتى يحمم، يعني ينبت شعره فيسود، فإذا اسود شعره ألفه أبواه الغرابان وأقبل عليه وألقطاه الحب، ولا يقدر على تسخير هذا إلا الله. هل من خالق غير الله يرزق؟ ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. قال: من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ اللهم لا تمسك عنا رزقك. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور. إن خروج كل أحد لطلب رزقه أخذ بالسبب، لكن ينبغي أن يعلم يقينا أنه لا أحد يرزق إلا الله، وأن أعظم الرزق هي الجنة، سماها الله جل وعلا رزقا بنص كلامه. فكلما أعطيت شيئا من الدنيا أمل فيما هو أعظم، والله جل وعلا يسأل ما قل وما كثر، ما عظم وما حقر. وهو في بعض الأخبار أن الله قال لموسى: يا موسى سلني ملح عجينتك، سلني علف دابتك، سلني شسع نعلك. فكل شيء إنما يقع إذا أراد الواحد بحق.